ونسى وكلام عطاب، ونسى وكلام عطاب يأتيكم على إذاعة الأمل كل ثلاثاء وجمعة. في الإعداد والتقديم أم كلثوم مع اسمه ونسى وكلام عطاب. أحبابنا وغوالينا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ونسى كلام واتساب. سعيدة جدا ألتقيكم بعد غياب دام طويلا في حلقة جديدة وموضوع جديد. تقبلوا خالص تحايا التيم العامل في الإشراف العام الأستاذ نضال فتح الرحمن، الإعداد ناجي وترجب، والتقديم أم كلثوم عزمت. اليوم حنتكلم عن الصمت، وهو فن من فنون الكلام يصعب على الجميع تفسيره، فهو يجذب الانتباه ويجعلنا غامضين ويعلمنا حسن الاستماع، وهو أفضل سلاح ضد السفهاء، وكما أنه جواب في بعض المواقف. يقول عبد الرحمن الكوكبي: إلزم الصمت فإنه أجمل عادة وأفضل عبادة وأكرم شيمة وأعظم غنيمة، يكسبك الكرامة ويورثك السلامة ويؤمنك الندامة. نظرا لأهمية الصمت في حياتنا، فقد تكلم الكثير من الأدباء والحكماء عنه، وإليكم أجمل ما قيل عن الصمت. إذا جرحت شخص وطال صمته، تأكد بأنه يعاقبك عقابا أقصى من الكلام. وهناك كلام لا يقول شيء، وهناك صمت يقول كل شيء. وأيضا لا تحسبوا أن صمت الحر منقصة، فالصمت أبلغ ما تصغي له الأذن. أدركت حلاوة السكوت ولم يدركوا المتكلمون مرارة الكلام، لذا سكت والناس يتكلمون. أحيانا يكون الصامت هو صاحب أعلى صوت. حين تصمت يصعب عليك أن تكذب، لذلك ترتاب في الصمت أكثر من الكذب. وقد يصنع الصمت ما لا يصنعه الكلام، وقد يعالج أمورا لم يستطع القرب علاجها. والصمت في بعض المواقف ليس ضعفا، لكنه ارتقاء لم تدركه بعض العقول. والصمت هو المحاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم، وهو أفضل من النقاش مع شخص تدرك جيدا أنه سيتخذ من الاختلاف معك حربا لا محاولة فهم. لا يعرف قيمة الصمت إلا من يملك الكثير ليبوح به، وهو في الوقت المناسب حكمة، وقد يكون أبلغ من كثير من الكلام. والصمت هو دواء الغضب، وهو زينة للنساء، وهنالك صمت أنيق لا يسمح لنا بالبوح مهما كان الوجع. صمت المرأة هو تحذير للرجل بأنه على حافة السقوط من قلبها، والصمت يمنحك متعة التنزه في عقول الآخرين. وقد يرى البعض أن التسامح انكسار وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، وأن الصمت أقوى من الكلام. ولا تهتم إذا سيل المواجع فاض، غرق صمت الحنين بالصمت. ولا تهتم إذا الأحلام غشاها البين، رجع فاض الكلام وإن تم. إذا الآهات على درب الهوى مالت، رحل غيم الأمل وإن جم. أقول ليكي ولا خلي صمت الشوق يزيد البيع للبيكي، هاجر في جمال محياك وسيب عينيا لعينيكي، بيكون ماسخ كلام الريت لما يقولوا ليكي لسان.
منو اللي بيقدر يشيل صمتي ويعبر عنه بالأحرف، يرنو فيه شعاع الشمس بالكلمات ويأخذ من دموع عيني ويغسل أسايا بالبسمات. لو مني مستني الملام، يا سلام عليك يا سلام، يا حلو ده السكوت مرات كلام، وعدم الكلام هو كمان ملام، ويا سلام عليك يا سلام، ويا سلام عليكم انتو كمان لأنكم تستمعوا لهذه الحلقة المتميزة بوجودكم معانا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم ونسوا كلام واتساب. خليكم قراب واستمعوا دوما لإذاعة الأمل. في الإشراف العام الأستاذة نضال فتح الرحمن، الإعداد نايوت رجب، والتقديم أم كلثوم عصمت، ومع السلامة.